فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن أعرض وتولى عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرته بعد ذاك الميثاق والعهد فأولئك هم الفاسقون. والفسوق من الفسق، ومعنى الفسق الخروج عن الشيء. وكانت العرب تقول فسقت الرطبة، أي خرجت عن قشرتها. والفسوق نوعان، فسوق أصغر وهو فسوق المعصية ما دون الكفر والشرك، وفسوق أكبر وهو فسوق الكفر والخروج عن الإيمان. فأولئك الناكثون والمعرضون هم الكافرون والخارجون عن الإيمان، والمستحقون للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.